بتشتغلوا يعني الناس الاقدم شويه هيقولوا لنا هم اشتغلوا قبل كده على كاكا بكلي على بكليتوس ولا لا؟ يعني الدفعه الكبيره انتوا عندكم كام بكليتوس في الوقت؟ في المدرسه في اثنين في اربعه كويس بس والتخصص في اثنين. طب انتوا بتشتغلوا نون انفيزيف وانفيزيف ولا بتشتغلوا نون انفيزيف سيكا بس ولا لما بيجي نايم تاخديه يحط الانبوبه بيديك الفنتليتور وانت بتكمل؟ بص نون انفيزيف احنا عاده بنبدا نون انفيزيف و هي انت متوقع ان انت ممكن تحتاج انفيزيف وتستعين بالتخدير بس بعد ما تستعين بالتخدير هيوصل لك انا بالفيت هو مش هيقعد جنبه بتعملوا ايه؟ يعني عايز اعرف في التخصصي احنا عاده بنبقى على طول بنكلم اللي موجود في اي سي بي عشان قدامنا على طول. اوكي. هنا بقى بيبقى يعني لا يعني انت بعد ما يوصل للفنتليتور انت اكشلي بتبقى لوحدك يعني ولا انا فاهم غلط؟ يعني هو ممكن يجي يبص على الجهاز لكن انت لوحدك. لو انا بلغه بالتليفون بارامترز معينه والاي بي جي وهو يقول لي اعمل ايه؟ ده في تخصصي. وده معناه ان انت ما بلغته ان انت واقف قدام الجهاز يعني بص على الجهاز كويس صح؟ ولا انا فاهم غلط يعني قصدي لا يعني بنقعد تعودته فوق الجهاز. لا يعني هو بيبقى هو يعني معاك على التليفون في جراف هات الجراف ابص على اوكي. طيب يبقى احنا هنفوت عشان نبقى متفقين على وان اوف تو توبكس عشان انا بقول شايف ان انتوا وقتكم ضيق دكتور محمد قال لي وقت ضيق جدا جدا فانا مش عايز اطول عليه. وان اوف تو توبكس نان انفيزيف انفليشن كل الحواشي او النوز اوف كاجا انفليشن ده بيشتغل ازاي والنوز بتاعته ايه. فاللي عايز نان انفيزيف يقول الاول اللي عايز النوز يقول الاول فنفوت على النودز الاول. النودز النودز يعني اكتر حاجه طيب يعني النودز مين هي الاهم؟ اوكي اتفقنا. انا استاذنكم بس النور مش عنده اي نور يعني نور يعني بس مشغوله بالباص مش هتفضل حاجه تمام. ال ال الفنتليشن عشان نتفق في شويه حاجات كده فيكسد يعني دي حاجات لازم نتفق عن ان هي فيكسد تمام. اول الجوريزم ده الجوريزم لطيف قوي متاخد منين بتاخد من كليفلاند كلينك تمام. ازاي تعمل الاول الانديكيشن الحقيقي ان انت بتنتج عيان ازاي تعمل الجوريزم للعيانين اللي جايينك الاي سي يو هايبوكسيا فهو الهايبوكسيا دي بتاعتنا وبتاعتكم وبتاعت الشاست بتاعت الفاسكولار بتاعت كل الناس. العيان اللي يجي لي بهايبوكسيا ازاي اقدر احطه على سكيل معين فهو ازاي احط الهايبوكسيا دي على سكيل اقدر من البدايه دي اعرف ان احط عليها بكليتو ولا لا وهديله ايه؟ هديله في 26 ديفايس اوف اكشن موجودين عندنا اني ديفايس اوف اكشن العيان ده هيحتاجه يعني احط العيان انا بعد ما نخلص عايز اوريكم ازاي تسلكت الديفايس بعيد عن البكليتو هستخدم نيزل اكشن ولا فينتوري ماسك ولا نون بريدنج اكشن ماسك ولا هاي فلو نيزل كانيولا ولا سي باب ولا في الاخر احط انبوبه. الالجوريزم ده زي ما قلت لكم بتاع كليفلاند بيقول لك ان انت عشان احنا البوينتر مش موجود بس بيقول لك ان انت اي عين هيبوكسك في الدنيا الجنائي دي بس
بس انا دخل والله كان عندي شفايه معايا ولا كان دكتور انا قلت هتخلي العامل عشان يعرف يتعامل وما تجيبيش نفسك انت هو انت مشيت سايق حضرتك بعته جيب لبس اه والله كنت فاكر انا قعدت انا مكان لا العفو اتفضل تقعد هيبيع خلاص كده كده هتعلي خد الكرة ده أو في كاسة في كاسة بالظبط عشان بس ما اشرح لا يا عم انا في قاعد ارش حاجه كده هو انت ممكن تسيبه كده ولا الكوميدي ده زحم الدنيا طيب باي ديفولت احنا عايزين نتكلم يعني ايه هايبوكسيا يعني عين في اوتو بتاعه باي ديفولت اقل من 60 على هجوم اير لكن اقل من 60 على اكشن ده هايبوكسيا دي قالت هايبوكسيميا ابسوليت هايبوكسيميا يعني البي 2 في الباك جايز اقل من 60 على هجوم اير طيب لو انا بصيت للالجوريزم بتاع كليفلاند ده لطيف قوي يقول لك ان انت اي عين هايبوكس في الدنيا هتحط له ايه؟ سبلمنتال اكشن سبلمنتال اكشن دي هتفولو الاكشن ازاي؟ البارس اوكسيميتر يبقى لازم عندك بارس اوكسيميتر ولازم عندك اوكسجين ديفايس اي نوع من الاكشن ديفايس هنتكلم عليه براحتنا لو انا الاف اي 2 بتاعي الاف اي 2 يعني فراكشن فراكشن اوف انسبايرد اكشن فراكشنال انسبايرد اكشن يعني هاو ماتش اوكسجين برسنتج بدي العيان انا هتريت الاف اي 2 بتاعي يعني اوكسجين انسبايرد فراكشن لغايه ما يوصل الساتوريشن فوق ال 90% الرقم ده ابسولوت ولا ريليتيف ابسولوت يعني ستاندرد كلنا متفقين عليه بعض العينين بنأكسبت ان هو الساتوريشن بتاعهم يقل عن كده لاسباب ليها علاقه بالهايبوكسيك درايف زي سي او بي دي لكن الفصل في الامور في الاكيوت ستيج مش حاجه اسمها عيان هايبوكسيك اسيبو هايبوكسيك فبالتالي لازم امنتين التايتريت للاف اي 2 او الانسبايرد اوكسجين فراكشن عشان امنتين الساتوريشن فوق 90% لو الساتوريشن بتاعي فوق 90% بالسبلمنتال اوكسجين لو رحت الياس اقول لك حط كونتينيو كيبنج اوكسجين وبعدين دور على السبب وكونتينيو في الاخر مونيتورنج فالمونيتورنج والاكسجين هما المين لاين من الاثنين ان انا ادور على السبب الهايبوكسيا لكن ده لن يمنع ان انا كده كده اصلح هايبوكسيا صح؟ طب لو انا كل ما عالي الاكسجين الساتوريشن مش هيعلى عالي الاكسجين الفا اي 2 ما بيعلاش ما بيعلاش ما بيعلاش قال لك حاجه من الاثنين لو العيان ده فايق فنورمال منتال ستيتس وهيمو دايناميك ستيبل يبقى العيان ده كانديد ان انا اقدر اروح احطه على نون انفيزيف بوزيتيف بريشر كونتريشن نون انفيزيف ايه؟ بوزيتيف بريشر طب كل الديفايسز بتاع الاكسجين اللي احنا هنشوفها مع بعض دي بكل انواعها بكل اشكالها دي بوزيتيف بريشر ولا نون انفيزيف اوكسجين ده كله اسمه اوكسجين سبلمنت لكن مش نون انفيزيف بوزيتيف بريشر بوزيتيف بريشر يعني ابلاي بريشر الاي واي فما ابلاي بريشر الاي واي يعمل ريكروتمنت الالفيولاي وينزل الهيدروستاتيك بريشر اللي جوه الالفيولاي اللي عاملها لحضرتك قانون يدينا فهو اتس فيري جود مانجمنت كمان انفيزيف في عيان عنده هاي بريشر ولا لو بريشر قانون يدينا بتاع كارديولوجي بانو يدينا هاي بريشر صح؟ هاي بريشر لانه هاي هيدروستاتيك ولا هاي هاي اونكوتيك؟ هاي هيدروستاتيك انما اللو بريشر هو انهي عيان؟ عيان اللي لو بريشر بانو يدينا طريقه يس ليه؟ لان عنده الفيولا كابيلاري ممبرين ديسربشن فهو مش محتاج بريشر عشان يرمي ميه جوه الالفيولا هو بيرمي ميه عشان الفيولا كابيلاري ممبرين نفسه راح فاي شويه ميه بروتين البومين اي حاجه هتعدي هتعمل بانو يدينا انما الهيدروستاتيك بريشر بانو ايديما او هاي بريشر بانو ايديما فعلا كارديوجين مجرد ما تحط انت بوست بريشر من بره بنان انفيزيف او انفيزيف هيزق الهيدروستاتيك بريشر وايكوليبريت وهيوقف الميه بالعكس هيخليها ترجع للانترستيشن لان هو علق الادويلر بريشر ان فرونت اوف الهاي هيدروستاتيك بريشر اللي في البانوري فينس سيركليشن عشان كده وان اوف ذا لاينز المهمه جدا في كارديوجين بانو ايديما قبل المورفين وقبل اللازم وقبل الاتوجريسين سيبها دي قاعده يعني ما بتخيبش اوكي طلع كارديو بامي دي من سايد ليفت سايد رايت سايد او ستينوزز مايتر ستينوزز فالفر من فالفر لا 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 يعني لا تخيب معايا طيب فاحنا بالتالي لو الاس بي او 2 بتاعي او الاكسجين ساتوريشن في البريفيرال بالسيشن اقل من 90% عندي حاجتين يا يعني نورمال العيان فايق وهي لاين ستيبل فبالتالي العيان ده بالنسبه لي از فيري فيت نون انفيزيف او العيان ده اولتر منتال ستيتس مش فايق وهي لاين انستيبل ده معناه ان هو بدا يبقى له كارديك اوتبوت وبالتالي لازم افكر في الانتوبيشن مكان الانتوبيشن ليه بقى؟ عشان تبقى قاعده ثابته لازم تفكروا فيها دايما وانتم شغالين ليه العيان اللي هيو دايناميك انستيبل محتاج انتوبيشن مكان الانتوبيشن؟ في رايكم؟ نفكر مع بعض ريسك اوف اسبيريشن عشان ايه يا بيه؟ ريسك اوف اسبيريشن لا انا بقول على الاثنين مش يعني قلت ان انت ستيتس صح
العينه مش فارقه الاسبريت صح، انما الهيمو ده كان ستيبل. ليه دايما انت الاصح تحط الانبوبه بدري؟ عشان هو ايفنتشولي هيتولد. تمام، بس 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 في سبب اهم بقى مهم. السباب بيقلل كمان بريشر شويه، هو هيمو دايما كان سيبل بلو بريشر بتاعه وقع، فهو عندها بيقل زياده اكتر من كده. ديفنتلي الانبوبه هتوطي ضغط اكتر. ديفنتلي. يعني انت لو قلقان على الضغط الانفيزف فلتريشن ديفنتلي هيوطي ضغط اكتر. بس انا مش الخلاف هنا. الخلاف ان هو العين لو كارديك اوتبوت ده انت محافظ على اللو كارديك اوتبوت ده للايه؟ للموست فايتال اورجنز اللي هم البين والكارنيز والكيدني وراه. الفنتليشن طول ما العين هايبوكسيك بياخد ورك اوف بريدنج، والورك اوف بريدنج الاكزاجريتد بياخد كام في المية من الكارديك اوتبوت؟ الافرج بتاعنا احنا حوالي 15% من الكارديك اوتبوت يعني الفنتليشن. العيان ده لو هو بيبذل مجهود هيوصل ل 30 و40% من الكارديك اوتبوت رايح للفنتليشن. فانت كونسيومنج الكارديك اوتبوت على العيان في الفنتليشن فعامل لود على القلب زياده عن اللود ديفينتلي. انت بتقلل الكارديك اوتبوت اكزوشن في المكاجر في الفنتليشن سبونتينيوس فنتليشن. لما تحط العيان على مكاجر فنتليشن هتقلل الورك اوف بريدنج اللي بينزل العيان، فتقلل الكارديك اوتبوت ريزيرف اللي رايح للفنتليشن. تمام؟ ده الجزء التاني بتاع كليفلاند. الحقيقه يعني انا باخد هي حطيت لك الحاجات اللي انا حاسس ان هي هتفرق معاك وفيري شورت واي لان انت هتفكر فيه. برضه بتاع الهايبوكسيا لان احنا قتلت بحثا هو العين هايبوكسيك ده حضراتكم كنتوا النهارده رايكم ان هو بارنو امبوليزم انتوا فريق الشست زمايلنا واحنا الناس التانيين عندنا، وانا شايف ان بارنو امبوليزم مظلوم جدا معانا. فخلينا نراجع كده الهايبوكسيميا ازاي بتعمل لها ديفيشال دايجنوز، ازاي شخص الهيبوكسيميا قبل ما نتكلم عن كاجا فنتليشن. التوسيلات دول مهمين جدا كده كده هتلاقيهم حضرتك في المحاضره وممكن تاخدوها مش قضيه لان هو مش بتوعنا. الهيبوكسيا اول حاجه معناها ان التي تو قليل. طب انا عشان اعرف التي تو قليل ده بسبب حاجه اشخص السبب بتاعها ايه؟ هشوف حاجه اسمها الفيولا ارتيريال اوكسجين جريدينت. يعني ايه الفيولا ارتيريال اوكسجين جريدينت؟ الفرق بين الاكسجين في الالفيولاي والارتيريال. هاي هاي هم عملوه ليه؟ عشان نعرف الديفكت فين بالظبط. يعني تمام. الاكسجينيشن الديفكت فيها يا ترى هي حاجه فيوجن ولا هو فنتريشن فيوجن ميس ماتش اللي عندنا. فانا لو انا عرفت ان الفولاتولي اوكسجين جريدينت ده هيقيس الاكسجين اللي في الالفيولاي هو نفسه اللي في الدم او فرق بينهم 5 ل 10، يبقى مفيش شنط. مفيش شنط ولا ديد سبيس. شنط يعني اللنج فيها ما فيهاش هواء لكن الدم وصل لها. شنط يعني كوبري زي الشنط بتاعت انت كارديك شنط صح؟ ايه مشكله انت كارديك شنط؟ ان الباب بيعدي من ليفت من الرايت للليفت او الليفت للرايت بدون ما يعدي بدون ما يروح للنج بدون ما يقابله الفيولر سيركوليشن الفيولر كومبارتمنت ده اسمه شنط. انما الديد سبيس ده معناه ايه؟ العكس ان اللنج فيها هواء هي. يبقى لو الفيولا ارتيريا اوشن جريدينت انا بس هسلمكم يا تاخدوا الشنطه توزعوها يا تقوموا كل واحد ياخد حاجه منها عشان ما تسخنش. مش هدفع فلوس الا لما اجيب الشاورما لان الشاورما كمان ماشي يا عم. انت هتاخدي واحده وتعدي البيت بس انا بقول له 15 في شنطه ثانيه مش داخله. طب خلاص انا عندي شنطه بقى وعندي دول اقعدي. طب بس هسالهم عايز ان هو تقريبا محتاجين الثلاثه. لا 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 حاجه وهيدي. اتفضلي لو لقيتيها بقى ماشي. الطرف اللي بره الاول ماشي ماشي. احنا عايزين نبقى بس كونسنتريتنج على النقطه دي. لو انا الجريدينت ده نورمال يعني العيان هيبوكسيك والايفولا اوشن تنشن ماينس الايفولا اوشن تنشن نورمال ده معناه ان الاثنين واطيين صح؟ هو انا لو انا ارتيال الفيولا والارتيال اوكسجين جريدينت نورمال وانا هيبوكسيك معنى كده الاثنين واطيين. ده معناه ايه؟ معناه سيمبلي ان دي مشكله فنتريشن. يعني العيان يا اما عنده اوبستراكسي ابنيا فالهواء اللي داخله في سي او ما بيطلعش كفايه فسي او 2 عالي في الالفيولا كومبارتمنت والاوكسجين ما بيخشش كويس، او العيان واخد سيداتيف اوفردوز او نيو ماسكلا ويكنس او سنترال ادمنتيشن. القصه دي كلها معناها ايه؟ معناها ان الهواء اللي موجود جوه الالفيولاي ما فيهوش اوكسجين كفايه، يا اما بسبب ان العين ما يخش يخش اصلا واخد ناركوتكس واخد اندر انفيزيا عنده سنتر هايبرنتريشن اي سبب يخلي الاجولا ما فيهاش هواء. ده مش قضيتنا. قضيتنا في ان الاجولا او كتير اوكسجين جيجنت يبقى عادي. يبقى من المنطق ان انا لو ما عنديش المشاكل دي
اللي هي الاسبيرات السنتر اسبيرات اسدوزس. اعتبر ان كل عينه هيبوكسيك مفروض ان الجولر اوكسجين اوكسجين بتاعه يبقى عالي. تمام. الجولر اوكسجين تنشن ده بيتقاس بالايكويشن اللي انا حاطينها تحت اهي واضحه جدا اللي هي اول ايكويشن تحت ده فيكسد ما دام السي او 2 معروف اسمها ايكويشن اوف جاز ايكويشن او دالتون جاز ايكويشن هنقولها في الاخر مش قضيه عايزين نعرفه يعني نفتح فيها ولا ايه. الجولر اوكسجين تنشن اللي هو اول ايكويشن بيساوي الاتموسفير بريشر اللي هو الضغط الجوي بتاعنا تطرح منه ضغط بخار الميه اللي مشبع في الهواء لان هو الاكسجين عشان اعرف هو قد ايه في الهواء لازم اطرح منه بخار الميه اللي مكثف هو الجو الضغط الجوي. فلو شلت من الضغط الجوي ضغط الميه بخار الميه اللي بتشبع الهواء يبقى ده الهواء الحقيقي اللي ما فيهوش ميه اضربه فيه اف او 2 الاكسجين انا مديه العيان الطبيعي بتاع 0.1 اللي هو 21% اكسجين من الضغط الجوي. فلو انا اسبارت الاكسجين فراكشن من الضغط الجوي ده 21% فهو 21% ضغطه 21% من 760 اللي هو الضغط الجوي صح؟ عشان كده كل ما تطلعي فوق الاتموسفير بريشر كل ما بيقل كل ما الاكسجين اللي موجود في الهواء قليل. ليه؟ لان هو كل ما الضغط الهواء قل تشبع الاكسجين هو هو لكن ضغط الهواء قليل فضغط الهواء القليل يخلي نسبة الاكسجين اللي انا باخدها اقل. تمام؟ مش عارف غاز بالميه والبخار والكلام ده. نعم؟ نايم قلبي. اتفضل نايم قلبي اتفضل. بس اتفضل. بس اسرع شويه. فاحنا بالنسبه لنا هم انا قلت لكم من ساعه مش عارف اعمل ايه. افتح عايز. انا والله قايل لكم من ساعه مش عارف اعمل ايه. نواب القلب كلهم قايلين انتوا اتفضل. اتفضل. يعني قايل لكم امبارح قايل لكم النهارده الصبح اعمل ايه بقى؟ ماشي يا ليه؟ فانا عشان تسمع الالفيولار اوبشن تنشن ده كده كده هيبقى له علاقه بالضغط الجوي وتشبع الميه بخار الميه اللي في الهواء مطروح منه طبعا نسبه وجود السي او 2 جوه الالفيولار. طب السي او 2 ده بيعلى ويوطى في الالفيولار؟ اه طبعا بيعلى ويوطى فين؟ حسب العين سي او 2 دي ولا لا؟ العين عنده سي او 2 ريتنشن ولا لا؟ فلو السي او 2 عالي الالفيولار اوبشن تنشن هيقل ده طبيعي لان هو الالفيولار دي فيها جاز ميكتشر الاساس فيه هواء داخل وهواء طالع بيحصل منه ميكسنج جوه الالفيولار جوه البنكاي. طول ما العين عنده سي او 2 عالي طول ما الالفيولار دي هيبقى فيها سي او 2 عالي. اني واي لازم ابقى اقيس الالفيولار ارتيريال اوبشن جريدينت هاخد بقى جاز فاعرف الارتيريال اوبشن تنشن واقيس الالفيولار اوبشن تنشن بايكويشن واطرحهم من بعض المهم 5 ل 10. لو التنشن لو الجريدينت ده زاد ده معناه ان الهواء داخل الالفيولاي كويس لكن في الدم قليل ولا ايه؟ يعني الالفيولاي اوكسجين تنشن كويس لكن الارتيريال اوكسجين تنشن قليل عشان كده الجريدينت زاد. لو الجريدينت زاد ده لازم اشوف حاجه من الاثنين اشوف السي او 2. لو السي او 2 عالي فده تفسير بسيط جدا ليه الاكسجين في الدم قليل لان هو الدم بيدوب فيه اثنين كومبوننتس من الجاز كربون دايوكسيد اوبشن. فلو كربون دايوكسيد زاد هيقلل الاوبشن كارين كاباسيتي ولو كربون دايوكسيد قل هيزود الاوبشن كارين كاباسيتي باي ديفولت. ده قاعده عامه لكن في شويه اكسبشنز. فلو انا لقيت الفيولار تي اوبشن جريدينت زايد السي او 2 بتاعي زايد يبقى ادور على تايب 2 سبايد فيلر وده سي او بي دي. لو لقيت الفيولار تي اوبشن جريدينت ده عالي وده الديفولت بتاع انا اي عنها هيبوكسيك والسي او 2 نورمال او لو ابص على الاكس راي وراجع العيان. لو الاكس راي بتاعتي فيها نورمال اكس راي وعشان كده احنا دايما بنسال هو العيان الشخص بانو ايديما عامل شيست اكس راي ما ينفعش يبقى عندي عيان بوش اكتف عيان داخل قسطره بانو ايديما او في نيمونيا او لان كولابس او اي حاجه في الدنيا وما قال ده عين بانو ايديما لان البانو ايديما عشان تقول عليه بانو ايديما لازم اكس راي تكون. ولو بصيت على الارم الشمال بتاع الشيست اكس راي نورمال شيست اكس راي كونسيدر بانو ايديما كونسيدر لكن ما طلعش اللانج فيها شادو واي او دي اس بانو ايديما وكولابس ونيمونيا وفي الاخر واحد بيقول عندي عين بانو ايديما او واحد ما عملش اكس راي اصلا وما سمعش سيد العيان وجاب عينه هيبوكسيك بعد عمليه بثلاث ايام فقال لك اه موست كومن كوز اوف هيبوكسيك بعد ثلاث ايام هو بانو ايديما. لا مش حاجه تمام. موست كومن كوز اوف هيبوكسيك بعد عمليه بثلاث ايام هو كولابس. تمام. نمره واحد نمره اثنين مهم. تمام. فلو اكس اي نورمال ده كونسيدر بانو ايديما. لو اكس اي اب نورمال شوف لو هي فوكال انفلتريت يبقى افكر في المويه ماتريكس. لو ديفيوز انفلتريت افكر بالهيستورين والهيمو داينامكس والايكو
هو العين ده الاوكلوجن بريشر بتاعه برايمري ارتري اوكلوجن بريشر وكارديك اندكس العين كارديولوجيكال كويس بالايكو والهيمودايناميكس والهيستوري بتاع العين ده كارديك كويس لو كارديك كويس يبقى ده يو جي اس لو كارديك مش كويس يبقى ده برايمري كالتشر برايمري ماشي هو ده الجريزم لازم انا بحطه دايما في المحاضره دي مش عشان الناس تتعلمه على فكره انا بحطه عشان عايز تبدا تفكر ازاي تفكر في العيان بشكل ما مش لازم الشكل ده بس انت تفكر في العين كويس مش كل عين هايبوكسيك يبقى برايمري امبريزم او نيمونيا او اي دي اس او كارديال شوك او كارديال برايمري دي مرات بتوصل فين لازم يبقى له الجوريزم في دماغي بعمل حاجه والتانيه بلاك جازز واكس راي واخد يشتري من عيان وهكذا خلينا بقى نخش في الموضوع المهم بما انتوا اخترتوا المحاضره الثانيه ماشي يا بطل احنا هناخد اقل ان شاء الله من نص ساعه في المحاضره الثانيه دي لانها محاضره نسبيا سهله انا الكاتش ان انتوا برضو عندنا يعني الفونس اللي احنا عايزين نتناقش فيها مش كتير بس لازم عندكم تيبس عن كل حاجه في الميكانيكا ديفليشن والحسن حظنا ان هو بتوعنا كمان موجودين يعني ايه ميكانيكا ديفليشن يعني ايه ميكانيكا ديفليشن يعني ابلاينج بوزيتيف بريشر لي الاير واي او لللانجز او للسوات سيستم بحاجتين ابلاينج بوزيتيف بريشر بفلو يعني في فلو وفي بريشر ابلاي للسوات سيستم عشان امينتين الاكسجينيشن واوش سي او 2 تمام طيب الانديكيشنز كتير قوي يعني انا ما بحبش اشرح سلايد الانديكيشن لانها ممكن تتشرح ان ديتيلز بحاجتين يا اما مشاكل مينلي تايب 1 وتايب 2 اكيد سوات فيلير وده مش قصه نقراها في كل الكتب تايب 2 تايب 1 سوات فيلير از بروبلم اوف ديفيوجن اوكسجينيشن اور فنتليشن اوكسجينيشن اند ديفيوجن تايب 2 سوات فيلير از بروبلم اوف فنتليشن تمام فعندي تايب 1 تايب 2 دول فانكشنال سوات فيلير كلاسيفيكيشن او ان انا اقول لحضرتك هو سوات فيلير جاي منين جاي من سي ان اس فوق العيان كوماتوز ومضبوط في حادثه هو فيسكو 3 او سيرفايكل فراكشر فالعيان مقطوع السباينال كورد من الليفل بتاع سي 3 4 5 فكل الريسبيراتوري سيستم مش انفيتد انكلودنج ذا فريم اوف ذا كورسيت فده يعتبر واحد من السنترال اند بريفيرال ريسبيراتوري فيلير في نفس الوقت او ان المسلس عنده جامبري او دشان او جامبري او سوري او مايثينيا فالريسبيراتوري مسلس افكتد او ان عنده نيموثوركس او عنده نيمونيا او عنده بارينكيما في سنان بروبلم او اير واي بروبلم الاير واي بروبلم هي بونك سبازم اللي بيجي مع السي او بي دي او بونك الازمه فانت ممكن تقول اناتوميكال ممكن تقول فيسيولوجيكال ممكن تقول فانكشنال كلها اسباب ما يهمناش في الوقت الحالي نعرف الاسباب الكتير قد ما نعرف النهايه كلها تؤدي الى السلايد الاولانيه بتاعت البوكشن اللي ساعتها هتقول لي هنعمل ايه في الفيبريشن صح؟ لازم نتكلم على حاجه مهمه جدا ايه الجولز بتاع الميكانيكا فنتليشن؟ يعني انا عايز احط العيان على فنتليتور ايه؟ عايز احط العيان على سي باب ايه؟ لازم نبقى عارفين الجولز كويس قوي. في خلاف شديد بين البراكتشنرز كلهم هو انت هتحط العيان ده على فنتليتور ايه؟ هتحطه عشان زي ما قلنا ان العيان بتاعته انستيبل وشق فبالتالي هو محتاج يبقى سبورتد عشان ما ياخدش الكارديك اب كله يرميه على الفنتليشن فيقلل الورك اوف بريدنج فيقلل الكونسمشن اوكسجين كونسمشن يعني ده انديكيشن. انما الثلاثه انديكيشنز اللي ما فيهمش كلام اول حاجه تدي ابروبريت اوكسجين سبلمنت للعيان يعني العيان هايبوكسيك وانت عايز تديله اكسجين اعلى فعايز تديله اوكسجينيشن يوصل للدم اعلى او ان انت عايز تفنتليت العيان يعني ايه تفنتليت؟ يعني توش سي او 2 في حكم الفنتليترز فنتليشن از ريموفال اوف سي او 2 فروم سيركيليشن فانت يا اما عايز تدي اوكسجين يا اما عايز تريموف سي او 2 يا اما تعمل حاجه ثالثه اهم من الاثنين عند معظم العيانين. ده اللي احنا كنا بنقول عليه بريشر سبورت صح؟ اه كويس؟ ده الاسيست سبونتينس اللي عايز تسال عليه كويس؟ البيز لاين بتاع النفس في اخر كل نفس بيوصل لايه؟ لزيرو بس كده زيرو وبيدي بريشر سبورت كل ما عيني تيجي الجهاز يديله صح؟ لو انا رفعت الزيرو ده لخمسه بقيت حطيت سي باب بلس بريشر سبورت هو ده الستاندرد في العينين دول
انت بتحط سي باب 5 وبروس سبورت تزود عليه. طب ليه بتعلي الستاندرد اصلا؟ بتعلي الستاندرد عشان تمنتين باست اوف بريشر جوه الالفيلاي وبعدين تحط عليه بروس سبورت. ليه بعمل كده؟ لان السي باب هيقلل ويك اوف بريدنج ديفنتلي، انه بيرفع البريشر واللنج مليانه ميه، فما بيرفع البريشر مش جواها، بيرفع البريشر اللي جاي من بره، فبيزق الميه وبيفتح الالفيلاي. كويس؟ بريشر سبورت هو اللي بيدي التادر فوليوم، هو اللي بيدي التادر فوليوم، هو اللي بيأسست النفس بقى. لكن السي باب بيمنع بوزيتيف بريشر جوه الحته دي بس. انما لما انا احاول اخد نفسي باوجمنت النفس بالبريشر سبورت. عشان كده يقول لك هو انت بتظبط بريشر سبورت على كام؟ انت عايز تظبط بريشر سبورت، عايز سبورت العام ده ممكن يبقى 5 ولا 8 او 10 او 12 او 15 او تادر. تظبط البريشر سبورت اللي يديك التادر فوليوم اللي انت عايزه. فانت هتبص على الجهاز. قاعده بس يعني مهمه جدا، زي ما احنا بنعمل تريسنج طول النهار العينين، اكيد كويس صدوم الفيديو زي بالظبط. انت لازم عينك على العيان طول الوقت، كل شويه بتبص له، هو ادى تاني فوليوم، هو العين قفل صدره، قافل صدره، فاتح الاي واي، قفل اللنج كولابس، اسمع السماعه ده ميه، لا ده كولابس، لا طب اعمل اكس راي، طب اعمل بلاك جاز، طب اعمل اكس راي، طب اعمل بلاك جاز، طب اعمل سي تي، طب ده بلو انفيوجن. فاهم قصدي؟ فانت توكاتت شورت. الاوبتيمم بريشر سبورت هو البريشر سبورت اللي هي اوجمنت التادر فوليوم بتاع العيان للي انا عايزه. طب انا عايز تادر فوليوم قد ايه؟ رقم ثابت كده اكتر من 5 مللي بير كي جي، هيبقى كويس قوي. 5 مللي بير كي جي، 5 مللي بير كي جي، يعني اي حاجه توصل ل 5 مللي بير كي جي غلط. يعني مش هقول انت بتوقع العيان برامي دي ما هياخد 500، كان العيان برامي دي ما هياخد 500، ده عايز سي او بي دي اللنج بتاعته قد كده، هياخد 500 مستريح مع اي شويه بوست اوف بريشر. اسوء عين يخش برامي دي ما عايز سي او بي دي. ليه؟ الانفيزيمتس مش سيو بي دي بس، انفيزيمتس. ليه؟ لان الالفيولار بتاعته كبيره قوي وحضرتك مش هتسمع النايس، حضرتك سيرفس ايه بتاعت الالفيولار كبيره، وحضرتك مصر ان العين مش فرعون قديمه والعين فرعون قديمه، بس انت مصر تسمع البابلي مش هتسمعه، هتلاقي مش قادر ياخد نفسه، وهتبقى متلخبط ما بين الدي كومبنسيشن، دي كومبنسيتد هارت فيلير، اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير، يعني كونسيس هارت فيلير، وما بين السيو بي دي اكسسيفنيشن. وانت مصر ان انت مصر ان عيان ده سي او بي دي واكسسيفيتنج وزميلك بتاع الشيست هو بيقول لك لا ده بالمي ديما، وانتوا الاثنين تايهين في النص. طبعا الاساس في الحاجه دي حاجتين، انت تعمل اكس ريز للناس عشان تشوف، وان انت لو عندك بي ام بي تعمله طبعا هيبقى كويس قوي كبايو ماركر، ده اكيد هيدي كومبنسيت بي ام بي عادي. انما لو انت عايز تفكر صح، انت هتحط السماعه وهتكسبكت ان العيان السي او بي دي اللي هو جاي بقى الشست ده مش هتسمع ميه كتير، تسمع شويه اير انتري بسيط، بس هو هيفرق عن اكسسيفيتنج سي او بي دي ان لازم يبقى فيه اير انتري. اكسسيفيتنج سي او بي دي هتلاقي مفيش اير انتري يعني سايلنت، انما انت هتسمع اير انتري وشويه ميه كده سكاتر، ده فريم بارمي ديما، بس هو سي او بي دي في الاصل بيفيزيمتس فالسيرفس اير بتاع الغاز كبير، فالميه مش هتتسمع الا بعد شويه. يعني احنا عشان بنتعامل مع زمايلنا عندهم في الاسم كتير، فهو الديبيت ده موجود طول العمر. الحاجه الثانيه ان انت اسهل حاجه حط سي باب. لو حطيت ماسك سي باب حطيت له بوش سبورت حاجه ما بين الخمسه والعشره، ولقيت العين بيتحسن بسرعه قوي، فده كارديوجينيك طبعا، ده كارديوجينيك قوي جدا. ويا ريت طبعا تبطلوا تدوا لازكس في العينين دول قبل ما تصلح هايبوكسيا، لان هو يعني مش اي معنى، لان اي هايبوكسيا تعمل افنت ارتيول فاسكوستكشن في جلوميلار، فالجلوميلار دي مقفوله طول ما عينها هايبوكسيك لازم شويه حاجه. عشان كده تلاقي دايما العيان هيت بول بعد ما يبدا يتحسن، اول ما هايبوكسيا يتحسن مش اي حاجه ثانيه. يعني طبعا لو ما عندوش ماسيف ستاننج او كارديوك شارك، لو دي ملايين بتاعته كويسه اول ما تصير هايبوكسيا دي بس الكارديوك بارمي دي ما بتحسن بالسي باب انه تايم اقل من ساعتين. وكان في ناس زمان عاملين بيبرز على ان هو لو كارديوك بارمي قديمه قبل ما السي باب يبقى موجود تحط له انبوبه، عين داخل غرقان وهايبوكسيك بيبقى جاسم، حطيت له انبوبه العين ده بيتشال او يعني لانج بيضا، شيل الانبوبه في العين من البارمي قديمه بعد قد ايه؟ لو هو مش كارديوك شوك يعني بعد قد ايه؟ شويه كام يعني انت متوقع ان انا اشيلها خلال 6 ساعات ولا خلال 24 ساعه؟ ديفنتلي اقل من 6 ساعات. العين كارديوك بارمي قديمه ديفنتلي اقل من 6 ساعات، بالذات لو هي دايستوليك بروبلم، دايستوليك بارمي قديمه او دي كومبنسيشن بدون انسلت اون جوينج يعني. تمام؟ دكتور الاسيستد فنتيليشن دي لو هو يعني لو سبونتينيوس ممكن يبقى انفيزيف ورانينج بين يعني صح
بس عشان انا ما لخبطكش، هو الاسيستد فنتريشن ده نوعين، اسيستد كنترول واسيستد سبونتينيوس. عشان انت متلخبط في اسيستد سبونتينيوس اللي هو الباتن بتاع عين بياخد نفسه وانا بساعده، واسيستد كنترول ده عين كنترول بس لما يحب ياخد نفسه وساعده. بس الاسيستد سبونتينيوس، السبونتينيوس ده ممكن اكون حاطط الابوبه بحاجه وين وبستنى اشوف السبونتينيوس بتاعه، او ان هو زي النون انفيزيف. طبعا طبعا يعني مسج مهمه جدا، معلش مين عايز الجهاز البايباد بتاعنا الصغير اللي هم بايباد، حاجه ديفينتلي مهمه جدا، وانت بتقطعها محاضره يعني تاخد كده تصورها، بس مهمه جدا ان انت لازم في اي وحده فيها سي سي يو يبقى عندك سمول ماشين اوف بايباد، لان هو اهم بكتير جدا من فنتليتور بتاعنا، لان هو بيدي فلو هادي وبماسك وبيبقى سهل جدا استخدامه وما فيهوش الصغيرين بيستخدمه. البيك اللي هو البايباد يعني اللي هو انسبيراتوري بوست اوف اير بريشر اللي هو الهاي بريشر، والاكسبيراتوري بوست اوف اير بريشر اللي هو ايباب، ايباب وايباب، ده بايباب اللي هو اللي بينهم هو البريشر سبورت، يعني فاهم قصدي؟ هو ده تصنيف تاني ليه؟ لانه عامله على بريشر مود، على لو بريشر وهاي بريشر. اللو بريشر ده سي باب والهاي بريشر ده هو اخر البريشر سبورت. ده فيري سيمبل ماشين، هما الجنريشنز الاكبر منكم ما اشتغلتش بيه، فهم بياخدوا وقت على ما يتوصلوا ان ده از جود اوبشن، او اساتذتنا يعني اللي ما اشتغلوش بيه لكن اشتغل بيه اكيد عارف ان ده كي انسر للعيانين كارديولوجيك برايمري ديما، او حتى العيانين اللي عندهم انكريز اوف بريدنج بسبب او اخر، شويه تلاكسز، شويه برايمري ديما، شويه برايمري كونجكشن، شويه اي في ديس فانكشن. الجهاز ده از مانداتوري، يعني اي مكان تروح تشتغل فيه لازم تطلب يبقى عندك الجهاز ده. ديفينتلي اللي فاهم هيبقى عارف ان الجهاز ده مانداتوري في النون انفيزيف في العيانين بتوعكم اكتر من العيانين بتوعنا احنا. ليه موجود ده؟ يعني موجود في الفنتريتور. هو عيبه في الفنتريتور الكبير ايه؟ ان الفنتريتور الكبير بيعامل العيان اكنه في انبوبه، فالفلو بتاعه جبار، حتى الماسكه دي العيان بعد خمس دقايق ماسكه تقدر تحطه في وش، الا لو انت حريف بقى شويه، يعني انت هتبدا باقل حاجه ممكنه، هتحط سي كاب قليل قوي، وهتحط بوش سبورت قليل قوي، وبعدين تبدا تفهم العيان ان احنا هنزوده واحده واحده عشان يريح نفسه. هو لو محتاجه هيستمتع بيه جدا. فتبدا تزود البوش سبورت زي ما بقول لك من 5 ل 10 اكوردنج للتايدل فوليوم اللي هو بيحققه. يهمني ان البوش سبورت ده يزود التايدل فوليوم فالعين يستريح. تمام؟ هو انا بس معلومه اخيره مهمه لازم تبقوا عارفينها في الحته دي، البوش سبورت مود بنظبط الريت فيه ولا ما بنظبطش الريت؟ بوش سبورت اللي هو اسيست سبونتينيوس بنظبط ليميت البريشر وريت. لا يمكن اظبطه. لا لو ظبطت الريت يبقى مش اسيست، بس عشان ما لخبطكمش في الحته دي، يعني ما حاولتش اقلب الديكشنري بتاع التيمنولوجي ازاي نظبط ايه؟ انا حاولت اديكم الفكره. انتوا بتقفوا مع الجهاز مره واثنين وثلاثه هتبداوا تقولوا اه مش ده ماشي مع ده وده ماشي، هتلاقي نفسك ظبطت بقى. بس هو اكيد اكيد الاسيست سبونتينيوس ما فيهوش ريت. اول ما تلاقي زرار الريت نور وظبطتيه تعرف ان انت في الكنترول. اول ما الجهاز ينور عشان ما تتلخبطش وتفتح جيت وتظبطه انت في مانداتوري، يعني انت حكمته في النفس. الا في بعض الماشينز اللي هي النون انفيزيف مثلا، اللي هي في حاجه اسمها استي مود سبونتينيوس تايم مود، اللي هو ايه؟ ان هو ان العيان ما يقلش عن عدد انفاس معينه، لو قل عنها هو يجيله بالتايم ده بجد. بس ده في النون انفيزيف الماشينز الصغيره، وده حاجه يعني طلعها من دماغك. بس انت طول ما انت قدام الجهاز اللي انت عايز تستخدمه نون انفيزيف وانفيزيف هو جعان، لو ظبطت ريت يبقى انت بتتحكم في العيان. التحكم في العيان هو حاجتين، فوليوم وريت. لو ما ظبطتش فوليوم ولا ريت يبقى انت بجد ما بتتحكمش في العيان، انت بتاسست العيان. لو ظبطت ريت تاكد ان انت بتتحكم فيه، حتى لو اسيستد كنترول يعني اسيستد سنكرونايز اس ام في. الاس ام في ده سنكرونايز انترميتد مانداتري ريليشن ديسك، ده اسيستنس وسنكرونايزيشن. بس برضه معلش انت بتجيب الانفاس بطريقه، فهمت قصدي؟ دكتور هو مفيش فوليوم سبورت؟ يعني في فوليوم سبورت وفي ديوال مودز. ديوال مودز انا ما رضيتش اتكلم عليها، اللي هي بتجمع بين الفوليوم والبريشر. دي اسمها انتلج ايفنت او انتلجنت ديتليشن. في مود لطيف قوي اسمه بريشر ريجليتد فوليوم كنترول او فوليوم جارانتي بريشر كنترول. فوليوم جارانتي بس هو بريشر.
هو بيبدا النفس عنده كلوز لوب بيبدا النفس بالبريشر ويقيس طول ما هو شغال بيدي بريشر بيدي فلو ديسيريتنج وبيدي بريشر تارجت ويقيس الكومبلاينس بتاع اللانج والريسنس في اي واي لو لانج كويسين بيدي البريشر اللي انت حاطه 25 مثلا ويشوف هو حقق التارجت ده فوليوم ب 25 ولا لا دي مساله لا حقق التارجت فوليوم خلاص يبقى هو كويس يبدا كل 20 نفس يعيد يعمل تيست بريث لو لقى ان هو يقدر يدي التارجت فوليوم ده بالبريشر اقل ينزل لا ان هو محتاج البريشر يزيد عشان يدي التارجت فوليوم ده يعلى بس يعلى ايه بنفس اليونت ولا هيعور العيان ممكن يعلى يعلى لغايه ما يعور العيان بالبريشر يونت اللي انت حاطه في الالارم سيتنج في سيتنج كده في الالارم ليميتس تحطه بريشر ليميت وانت حاطط البريشر ريليتد فوليوم كنترول او فوليوم اشور بريشر كنترول ده بفوليوم وبريشر هو بيدي الفوليوم ده باقل بريشر تمام كده طبعا اهم 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 من ده كله ان انتوا تشوفوا الجهاز اللي عندك في الوحده هو شغال ازاي والمود بتاعه ايه وازاي يتظبط اختفى ولا ايه؟ لا انا ابيض انت توقع الجهاز يا ابني هو الجهاز التاني ده جه امتى؟ ده هايل جدا محمد والله كتر خير مش عارف كتر خير جدا 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 ده الجهاز اللي انا قصدي عليه كان شكله ايه؟ ده جهاز متشكل جدا مش اسمه ده جهاز نون انفيزيف وسمول ان سايز العين ممكن يتحرك بيه ممكن مسته ايه التانية العين ممكن يقعد على الكرسي ممكن يقوم يروح الحمام ممكن يعيش ممكن يشيل وياكل ويشرب ممكن يتكلم والديفايسز اللي بتركب عليه انا بعد ما نقفل بس هفتح الدولاب ده هوريكوا الديفايس اللي ممكن تركب عليه في نيزل سي باب في او نيزل سي باب نيزل يعني حتى على النوز بس يتكلم وياكل ويشرب وهو حاطط سي باب او نيزل يعني يحط النيزل اورال ونيزل في فيس ماسك على ماسك كله وفي هلمت زي الخوذه في حاجات كتير منه بس كلهم نون انفيزيف يعني عينك تتحرك ويعيش حياته عادي تمام؟ سعداء كان عندي سؤال احنا في البيشنس اللي هم جايين باكيوت دي كومبنسيشن الفيرست تشويس ان احنا نجرب معاه النون انفيزيف بوزيتيف بريشر سبورت البيشنس دول لما بيبقوا تاكيتنك الاسبايسري بتاع 25 صح ازاي ده يعني ازاي ان انا هفضل اسيبه على البريشر سبورت اللي هو المفروض تريجر بالسبونتينيوس بريدنج بتاعه وفي نفس الوقت هو تاكيتنج بالشكل ده يعني استنى عليه وقت قد ايه انه يمبروف الريسبيراتوري بتاعه قبل ما انا اقول لا هو اخر كلمه دي اهم حاجه يعني اخر حاجه اخر كلمه دي اهم هو ده السؤال انما تراست مي انا يعني انا بشتغل في سنتر يعني احنا والكارديولوجي مع بعض في الاي سي يو بتاعتنا ان 90% من العيانين اللي يعني بيسال بيتعرضوا علينا ككو مانجمنت في الشغل يعني ذي مارفسلي ريسبوند ان نو تايم لدرجه ان هو الزملاء من اخصائي الكارديولوجي واخصائيين العيان هم الاثنين بيحطوا سي باب من غير ما يبلغونا خلاص يعني هو اتس ا جولدن ميجر طيب يعني هو ينفع ينفع في كفر يعني مور ذان 80% ليه؟ انتوا عشان انتوا ما اخترتوش النون انفيزيف هو في ثلاثه سلايدز على الافكت بتاع السي باب او البيب والبريشر سبورت على انترفيسك بريشر على الار في بريلود ار في افتر لود والال في بريلود والار في افتر لود والبلمونري سيركريشن والسيستم سيركريشن والفنتريكلو اورتيك او فنتريكلو ارتيريال كابلينج ودي كابلينج الحاجات دي مش هبازل العين الحاجات دي اتعملت باكو جايدد واتعمل عليها ستاديز في كل الدنيا مش عندنا كلنا لكن اتعملت شفنا الفيديو بتاعتها شفنا ان هم عملوا اسسمنت الار في فانكشنز والبيك عالي والبيك واطي والان في فانكشنز في الاسكيميك كارديوماباثي وفي العين نورمال فانكشنز والافتر لود ريدكشن والبري لود ريدكشن بتاع الار في والان في فديفنتلي ده له ميكانكس دي محاضره اللي هي لونج هارت انتر اكشنز دي ميكانكس ابلكيشن دي محاضره او هارت لونج انتر اكشنز دي ميكانكس ابلكيشن محاضره عظيمه جدا ممكن يعني في اي وقت ممكن اديها لك او ممكن نبقى نقعد نتكلم فيها لكن وقت قد ايه؟ ديفنتلي مو مور ذان 1 اور ساعه يعني العين هتحسن يعني هتقبل ديفنتلي في اكيد دي كومبنسيت هارت فيلر انما يعني لو انت ما عندكش بروبلم حقيقيه يعني لو العين ده مش قاطع يورين بقى له اكتر من 6 ساعات ولسه قاطع وده اند ستيج فيلر او دياليسيس او لو العيان ده الفانكشن بتاعته
حاجه فوق 25% سيستوليك فانكشنز ومجرد مشكله دايستولي او بارانوي ايديما بسبب هايبرتنسيف كرايسيس او دي كومبنسيشن عادي عندها يتحسن ان ذا وان او سو عايز صب مش عايز دايتس كتير يعني عايز سي باب بوش سبورت ودايتس ولو هو سيستوليك ديسفانكشن نودوز انوتوبي وخلاص فوق انوتوبي بس لازم تحط يعني تحط الماتشنج كله مع بعض تحط تحط لو عيان اللوكاليك اب ستيت تحط فازو دايليتور مع انوتوبي مع سي باب ومعاهم دايتكس طبعا اول ما الاوكسجين يتحسن فبالتالي الماتشنج بتاعك انت هو المهم ازاي هتحط ايه يعني مش لازم تيجي نحط سنتر لاين في عيان دول سنتر لاين شيء حاجه قالوا له اي نعم انا ايفن لو وصلت ان انا احط نودوز اينو دايليتور او نودوز انوتوبي مع دايليتور في بريفر كانيولا بدات معاه قاعد ما بنعملش فلاكشن سنتر لاين وحطوا له شويه اينو دايليتور اللي هيديك لا هو طبعا البريشر دي معلومه مهمه جدا التارجت بريشر اللي سيف في الفنتليشن ما يزيدش عن 30 سنتيمتر ووتر الستارتنج بريشر اللي بتبدا بيه من 15 ل 18 في البريشر لو انت هتديت بريشر تبدا ب 15 ل 18 والتارجت فيها ايه؟ فوليوم يعني انت هتحط 15 ل 18 فوليوم كام؟ لو فوليوم من 5 ل 6 مللي بير كي جي اتس فاين لو لقيته اقل من 6 مللي بير كي جي اعلى بالبريشر 2 ل 4 سنتيمتر ووتر لغايه ما تحقق البريشر اللي يديك تايدا فوليوم 6 ل 8 مللي بير كي جي بس ما عنديش 30 كماكسيمم لان في حاجه مهمه جدا يعني مش مقدسه شبه مقدسه عندنا اسمها الاي ار دي اس نتورك اللي عملت الحاجه اسمها لانج بروتكت ستراتش لانج بروتكت ستراتش هاو ماتش يو كان بروتكت اللانج بالفنتليشن قال لك ان التارجت في العين الجاودي اس اللي بيبروتكت اللنج هو تايدا فوليوم 6 مللي بير كي جي وبلاتو بريشر ما يزيدش عن 30 كويس بعد شويه قال لك هو دي اللنج بروتكت استراتيجي دي ما تطبقش في حاجات ثانيه حطوها في الانفيزيا حطوها في العين العاديين وقال لك اه يا جماعه دي اللنج بروتكت استراتيجي حلو قوي بتنفع كلنج بروتكشن من ايه؟ من حاجه اسمها فيلي فيلي اللي هي فنتليتور اندوس لنج انجري كل ما عين بتحط على فنتليتور كل ما الانسنس ان هو يحصل فيه لنج انجري يزيد ليه؟ عشان في حاجه اسمها ستريس اند سترين باترن ستريس اند سترين باي تروما باي تروما فوليو تروما كل حاجه كتير قوي ليها علاقه بالستريتشنج بتاع الفولاي والاوفر ستريتشنج والانتر الفولار كومبارتمنتس ازاي بيحصل عليها ستريتش ازاي بتطلع سيتوكاينز والسيتوكاينز دي تعمل لك مور دامج للنار قصه يعني اكتر باثولوجيكال لكن هو قال لانك بتاخد السيرجي احسن حاجه 6 مللي بير كي جي يا عم بريشر 30 بس يعني خدها دي شارت واعتبرها كلام يعني ايه رفلي هو الاساس بريشر 30 تايدا فوليوم 6 مللي بير كي جي عايز تزود التايدا فوليوم 8 يكون عنده التزام حصان كبيره فهيبقى عنده اير هانجر 6 ده مش هيدفعه طبعا هيبقى عايز 8 ممكن ساعات يحتاج اكتر بس ده مش لانك بتاخد عايز تعلي البريشر هتعلي البريشر لو عندك سبب طيب لو انا عيان مثلا سيرس اسباتكس وعنده سيفير برونكوس فاز البريشر ده طبعا ولا حاجه اوعى تحطه على البريشر ليه؟ ده سؤال مشهور جدا هيوصل بسرعه ماشي لا مش هيدي فوليوم من واحد مش هيدي فوليوم هو مفيش هو انت الاي واي مقفول فال 30 دول هيدوك بالظبط 50 مللي فمش هياخد فوليوم كويس بس هو لما تقلب على فوليوم برضه البريشر هيبقى شوتي يعني لو على فوليوم 350 هتلاقي البريشر 70 الموضوع ده فيه قاعدتين القاعدة الأولانية قاعدة الستيتس ده في قاعدتين مهمين قوي القاعدة الأولانية بتقول لك إن يو دونت ريسبكت البريشر في الستيتس ليه بقى؟ هو اللنج بتفرقع من البريشر العالي اللي قريب الجهاز ولا اللي واصل الفولاي؟ ده سؤال خبيث جدا يعني الهواء اللي واصل الفولاي مش الهواء اللي الجهاز بيقراه طب ايه الفرق بين الاثنين بريشرز دول؟ الجهاز بيقرا البريشر اللي مقابله في الاي واي اللي مقابل الجهاز اللي قافل عليه ده بيقرا البريشر اللي واصل في الاي واي لان الجهاز ما دخلش الانفولاي كويس الاي واي بريشر هنا عالي قوي عباره اللانج بريشر عامله ايه؟ اللانج
واطي قوي. مش ده بتقول مش يعني مو سايلنت تشست. يعني ايه سايلنت تشست؟ عشان هو اللانج اوفر انفليتد يعني؟ اه هي هتبقى اوفر انفليتد على فكره لان انت قافل تمام بتخش ما بتطلعش هايبر انفليتد ده اكيد. لكن معنى كده ان الاي واي قافل فبيديني بريشر عالي لكن الافلايت بروتكتد. الافلايت مش وصل لها هواء اصلا مش وصل لها بريشر فهو مش هقلق في الستيتس من بريشر العالي. لكن اوعى تقول القاعده الثانيه اوعى تحط على بريشر لان البريشر انت ممكن تحط على بريشر 40 50 عشان تقدر تحقق 3300. تعال فكر فكر ما انتش تبقى موجود بقى فكر وانت عامل فك وانت واقف جاي عند واقف جنبه وتقول له فك فالفك ما انت حاطط عينك على بريشر 50 عشان يديك 200 من التليفون. على فكره ده كويس يعني انت حاطط له امانو فيلين استرويد فيوجن امانو فيلين استرويد مغنيسيوم فيوجن سايدي بعد شويه عندك خد بريشر 60 ال 60 ده وصله بقى وصله انها في الاول بتسميهم ديسيبيتد بريشر. البريشر ده از ديسيبيتد في الاي واي يعني هو وصل الاي واي بس ديسيبيتد. اول ما تفتح هيعدي عن باوتروم وبالتالي حتى لو ما عملش باوتروم انت مش هتتحكم في تايدال فوليوم دلوقتي ما دام العيان عنده دايناميك بريشر تشينجز ما تحطوش على ستاتيك بريشر يبقى ده سيتنج. ما دام العيان عنده دايناميك بريشر تشينجز ما تحطوش على ستاتيك بريشر سيتنج تمام؟ يعني تحطه على اي واي فوليوم هو يدعي له لان هو ده عيان ما تحطش على فيتيتو اصلا. الاستيتس ما تحطش على فيتيتو. الاستيتس تحول معاه كل النون انفيزيف تكنيكس الانبوبه اللي عليها ده فيها سبايس. فلو انت وصلت انت حطيته على انبوبه نوك هيم داون نيمه حط على فوليوم قليل وسكوات ويت قليل وسيبه تو يعني كنترول بالفنتريشن كنترول بالفنتريشن ويعني اسيست كنترول هو ده الاحسن. الناس كلها حتى احنا عندنا في اسمنا واسم تشست بتوع اس ام دي ده غلط. العيان ده لازم ينام ما ياخدش نفس واحد لوحده لان كل ما ياخد نفس لوحده في مشكله ثانيه. الاي واي اللي بيقفل ده بيدخل الهواء غصب عنه لان انت بتديله بوست اوف بريشر صح؟ هو انت بتاخد الاسبيريشن اكتف ولا باسف؟ يعني احنا بناخد نفسنا ازاي؟ بنزل الدفرام وافتح انتكوست اكتف. الانسبيريشن از ان اكتف مانوفر. الانسبيريشن از ان اكتف مانوفر. الاكسبيريشن از باسف. فلو انت عيان عنده ستيتس فالعيان ده قافل انت بتدخله الهواء غصب عنه بالجهاز ده عشان كده بيسموه بوزيتيف بريشر. تديه بوزيتيف بريشر فبيعدي الهواء غصب عنه طلع بقى الهواء. لو مين طلع الهواء مش هيعرف يطلعه ليه؟ لانه قافل فهو مش قادر يطلع الهواء غير لما البريشر اللي جوه يبقى اعلى من البريشر الريزيستنس بتاع القفله دي. فانت قاعد تديله نفس يخش 70% يطلع وتبقى خد بالك ان العيانين الستيتس دول بيحصل لهم دايناميك هايبر انفليشن. ودي حلقه هلاقي العين يبقى توتال ريلاكس وينام تماما. تقلل الجيت ولا تزوده؟ تقلله ليه؟ عشان كل ما تزود كل ما تقلل الجيت كل ما الاكسبايرد تايم يزيد فالوقت اللي الهواء يطلع من اللنج لبره يزيد فالوقت الطويل يديك فوليوم كتير يطلع. الوش مش مهم خالص في المرحله دي. يعني فكره ان هو اول ما لقيت العين ستيتس حطيته على فيتيتو وبتاع ده فوق 500 وسكوات ويت 30 ليه؟ عشان السي او 2 بتاعه 105 مش مهم السي 2 105 لا ده الناس بتعمل كده في امريكا وانجلترا في كل حته. هو غلط لان هو السي 2 105 ده مش مشكله. المشكله ان انت لو بدات تزود الريت انت هتخليه مش قادر يخرج نفسه فبالتالي انت تزود له دايناميك هايبر انفليشن وتوطي ضغطه العين يخش في كارديك شوك وانت تبقى قاعد تدور ليه العين شوك. العين بتاع البرموني ديما الازماتيك. عين البرموني ديما الازماتيك. عين السي او بي دي الكارديك. كل ما حطيت على فنتليتو التوت التغيير جه حطيت له جوه مال سنه مشي العين مفيش ضغط. اه ده في فوركس ولا ايه؟ لا ده دايناميك هايبر انفليشن سيبه قافل وانت حطيت له انبوبه دخل هواء ما طلعش دخل هواء ما طلعش دايناميك هايبر انفليشن ايه تابنج؟ ايه تابنج؟ يعني هو جوه ضغط على الكلاسيك كافيتي عامل ميديستانا فلاتر بيعمل زي الميديستانا فلاتر يعني زي التامبونات. اه بالظبط ماشي؟ طيب الاس اي ام في حضرتك كنت بيبقى سنكرونايز الانسبيريشن مع الجهاز. طيب لو هو كان في نفس الوقت انا مش عايز اعطل اللي عنده حاجه عايز يمشي. احنا كده موستلي بنكمل مع بعض الحاجات اللي كل واحد عايزها بس انا عايز اعرف مين اللي هيجيب لي عارف محمد عبد الكريم ده محمد عبد الكريم مين اللي اللي هو شيف يفكو شوف ايوه معانا في رعايه انا لسه هستاذنك ولا يعني عايز اعرف طارق هيعمل ايه ولو طارق محتاج ان انا احنا اكلمه هكلمه بس انا عايز معلش نتكلم اقول له عمل الجندي بيسال عين ده البلان في ايه تمام؟ لو اخد نمره حضرتك اه عناد
ماشي قول يا بروف. انا بس يعني عشان قصدي اللي عايز يمشي يمشي، انا في الدسكشن انا مش عايز اعطل حد. انا قلت ان هو بيبقى سينكرونايز الانسبريشن مع الجهاز. طب لو هو في نفس الوقت الجهاز بيدي فيه انسبريشن، هو كان بيكسبريت مش بيانسبريت. طيب يعني العيان بيخرج نفسه والجهاز جه عايز يديله طيب لو هو العيان بيخرج نفسه، الجهاز عنده حاجه اسمها SNV period، اللي هي اول 10% من الوقت اللي الجهاز بيدي فيه النفس. ده ال 10% من الاسبيراتوري تايم اللي هو بيقبل فيها ان العيان ينتف فيه. لو جه في ال 10% دول هتسيبه طالع نفسه عادي خالص. لو عدى ال 10% هيكتمل بيه. عشان كده ده بيعمل حاجه اسمها سيكل. يعني مهما كان الجهاز SNV او غيره مفيش مانع خالص ان يحصل اسينكروني عليه. اسينكروني عدم تزامن زي ما بتقول. ده هيعمل اسينكروني، يعني العيان عايز يطلع نفسه الجهاز بيديله. ده اسينكروني. حلو ايه؟ تهدي العيان تنيمه عشان العيان ما يقعدش ياخد نفسه مع الجهاز كتير. تمام؟ يا اما تغير المود. ما انت في مشكله من الاثنين، يا المشكله في العيان المشكله عندك. لو انا عندي الاس ان في اسينكرونايز مع العيان يبقى المشكله في العيان او في الجهاز. يعني هو انا هو الجهاز، يعني انت والجهاز حاجه واحده دلوقتي، يا في السيتنج بتاعك يا في الايه؟ يا في العيان. فانت لو العيان هو اللي استجازت اصل هو انت هتعتبر العيان ده عيان وحش اسينكرونايز، يعني انت حاطه على جدته عيان وحش. لا انا مش عارف امنت العيان ده، مش عارف العيان هتوي حد انت لما تيجي بياخد سبوت ريت عالي. يعني هتلاقي العيان على تيتيتور انت حاطط سبايت ريت 15 12 و15 والعيان بياخد 45. يعني انت تبص كده على الجهاز ده الجهاز بيدي 45 سبايت ريت. فده توتالي اسينكرونايز. ليه؟ انا مدي العيان ابتدى فوليوم بتاعي ابتدى فوق 500 وسبايت ريت 15. ايه اللي يخليه ياخد 40؟ يعني ايه اللي يخلي العيان ياخد سبايت ريت 40 ويديه 15؟ وبس قبل ما انسى، ما تقعدش تدور على ادوات التخدير كتير فيها، لان هو برضه هما هيبقى عندهم نفس المشكله. يعني هو مش هيحلها، هو انت اللي لازم تحلها لان انت اللي عارف العيان. يعني ما يعني يا اما هو يعرف العيان احسن منك، يعني يا اما هو هيخش عشان يشوف العيان احسن منك، يا اما انت تبقى عارف عيانك كويس. لو هي بريشر مش فوليوم يبقى هو في اوبستراكشن وهو مش عارف يوصل فبيحاول ياخد نفس ثاني عشان مش هيقدر يدخله في الهارت في الريسبيرتري بتاعي عشان كده. او بريشر او لا مش فولي. طيب بس هو حضرتك سبيشالتي بتاعتك ايه؟ كارديولوجي. معلش ما في ناس تخدير وفي ناس كارديولوجي وفي ناس اي سي معاك. فانا هرد عليك بس رد بسيط. انا مقتنع بكلامك على فكره. عندي بس ديبيت واحد. هو انت العيان اللي بيجي لك برابيد اي اف بتلاقي له تفسير واحد؟ صح كده؟ يبقى هو ده الرد بتاعي. يعني ده الرد بتاعي انا شخصيا. يعني مفيش حاجات دي حاجه واحده. يعني انت بتقول صح وانا ممكن كل الناس تشوف كل واحد حاجه وتعرف انهم صح. فهمت قصدي؟ فهو الاي اف اسبابه كتير. ولكن في الاخر هو اي اف. تمام؟ فهو بالتالي نفس المشكله دي. لو انت تكنيك قوي سواد بتاع 45 قد يكون السواد ده دايركت اللي حضرتك قلته 100% صح. قد يكون في 20 سواد تاني. فالسواد بتاع 45 ده بيساوي عندنا احنا تعريفا نو كومبلكس تكنولوجي. يسمي عندنا اسينكروني. اسينكروني دي تبدا تدور هي ايه مشكله الاسينكروني؟ العيان ده ليه مش مستريح يا فاسد؟ العيان مش مستريح كويس؟ تعمل ايه بقى؟ تعمل حاجه اسمها ترابل شوتنج، يعني تشوف انت ايه المشكله عشان تعرفها. عشان نبقى سيمبل جدا في المانجمنت بتاع مشاكل العيانين اللي على الفنتليتور، اول حاجه دايما تعملها في العيان انت شايفه مش مستريح تعمل ايه؟ لا ها؟ كان جوه نفسك ولا ها؟ ها؟ او تعالى جوه في الريدت. اعمل ريسيتنج للبرنتج؟ اوعى. اوعى انت مش تبقى عارف عملت ايه وايه. لا الفرق ما هو طب انا هقولها لكم شويه ثانيه. اما يبقى العيان مش مستريح عند الفنتليتور، وده الشباب بتوعنا يركزوا شويه لان ده انتوا مهتمين اكتر شويه. ركزوا معايا. لما الاقي العيان مش مستريح على الفنتليتور لازم ادور على حاجه من الاثنين، العيان اللي فيه مشكله ولا الجهاز اللي فيه مشكله. صح؟ صح؟ طب ازاي افرق بين العيان والجهاز؟ اوقف اعمل ايه؟
هاي مين مين هاي هتقف الجهاز هاي 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 لا طبعا نوت لا 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 اوقف الجهاز بس ازاي اوقف الجهاز افصل الجهاز وابع امن قاعدة ذهبية يعني اي حد يشوف انتريته ومش عارف القاعدة دي فهو فورت ليه لانه مش عارف ازاي يمانج العيان اللي قدامه زي الكتاب ما بيقول يعني زي بالظبط ما تكون مثلا عايز تفتح الباب بس عارفش مفتاح انا بالنسبه لي كده يعني واحد مش واقف قدام جنتيته بيختجع بقى قاعد يقول لك ايه عنده عايز كده ينام بقى ينام عشان يظبط اجهاز بقى هتقول لي عامل تخدينه ايه لا لا العيان ده سيده قافل سيده قافل اديله بنكو دليل لا لا العيان ده فيه ميثوكس انا بقول لك فيه ميثوكس هاتوا كالسيوم جلاسك عندي نسبه 30% في الوحده اللي احنا فيها دي للاسف حاطين الاديب من لندن هو قاعد يقول الحقني 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 هي مش وركس فقال له ايه ده؟ اللانج شو ده فعلا حط الامور يعني تبعت لك الاكس يقول لك ايه؟ الحمد لله لحقنا العيان كفيه مش وركس يا ابني العيان ما فيهوش مش وركس العيان فيه مشكله في الفنتريشن انت اعطيت الامور شكرا عشان خاطر تو سيف هيز لايف لو لا قدر الله في واحد منهم نون مش وركس ده غلط يعني في الاخر عشان ما نخش في تفريعات العيان اللي مش بتاع الجهاز سم خده على ايدك ما تقولوش تاني هتاخده على ايدك تقدر على ايدك وتنفقه على ايدك على امبو صح؟ لو لقيت ان العين كويسه قوي تحت ايدك امبو هو يعني مفيش ريزيستنس والعين نفسه هدي اول ما خدته على ايدك يبقى المشكله مش في الجهاز مش عارف المشكله عندك انت اللي عامل السليم بقى لو لقيت العين بقى حنجر واللنج بزق مفيش العين لا عين حنجر يبقى اول حاجه الامبو في مسدوده التأول والموست كومن واللي دايما احنا بنقول فيها ونفر ان داوت تيك ات اوت ونفر ان داوت تيك ات اوت حطيت انبوبه عشان نفخ مفيش وودي طيب طب لو انت مش اكسبرت وايدك مش ماشيه في الانابيب وعندك مشكله تعمل ايه؟ شيل انبوبه شيل انبوبه لانها هيموت منها برضه شيل انبوبه وابعت حد يبقى معاك سكند هاند يا اما من زمايلك يا اما من اسم التحضير يا اما اقرب حد يقدر يديك سكند هاند وكيب دايما معاك ماسك وانبوبه تقوم على العيان بتوصل اكسجين تقعد تنفخ على العيان عادي جدا لغايه ما تعرف تحط انبوبه ما عرفتش تحط انبوبه تقعد تنفخ عادي زي ما تكون بتنفخ بانبوبه حظك الوحش بقى ان العيان يكون اي ار دي اس بس التنفيخ المانيوال ده مش هيجيب له حاجه لكن العيانين العاديين كلهم اشيل انبوبه احطها على ماسك انبوبه وانفخ عادي امسك سبورت كويس اعمل جود جوف راسك واقوم دايس ومنفخ وابقى زي الفل فهو لازم افصل العيان ولما اخد العيان على ايدي اعرف مني ساعتها تراب الشوتنج بتاعي ايه مشكله في العيان ولا في الجهاز مشكله في الجهاز ابدا اراجعه مشكله في العين ابدا اراجعه طب لو انا نفخت لقيته برضه تكنيك على ايدي بس مفيش ريزيستنس لا عنده سخن عنده اوكسجين ديماند عالي كارديولك شوك وان سيفير هايبر برفيوجن اسيبتك شوك مرتب عالي اسيدوتك فيلير في حاجه ثانيه فدي تكنيك يعني بيكمبنسيت التكنيك فالعيان ده هنيمه بقى هنيمه لانه بقى تكنيك قوي ما ينفعش بقى ما ينفعش العيان السبوتري بتاعه عادي 30 ل 35 وانا سيب الماكسيم الاوبل سبوتري ريت في العيان في اي عين عند انتريتو المفروض ما يبقاش 35 35 ده اذا ماكسيم لما العيان السبوتري بتاعه يوصل 35 وانا لسه بتفرج ده معناه العيان ده مش انا مش عارف اساعده يا اما في اسيدوز اصلحها لو في هايبر برفيوجن اعلي احسن برفيوجن بروبلم حاولت 40 مش كومن كوز انا عندي بتكتب ان هو سخن حاول 40 انزل حراره ونايمه شويه لازم الاقي حل يعني ترابل شوتنج ده حاجه ضخمه يعني حاجه معناها ان انت عندك اسينكروني والجهاز المعاين ما بيجيش كويس بس دايما ارجوكم لازم تدعوا بالطريقه دي افصل عين خد عين ماشي دي يمكن اهم من كل اللي احنا قلناه ولما تفصل عين تقعد على ايدك انت تعرف الملمس الطبيعي بتاع الانبو يعني ما ينفعش اقف انا في وحده مع حد في الاطفال مثلا يقول لك لا ده حاجه ده عادي قوي بس مفيش عادي حاجه ايه؟ هي دي عادي ده العادي بتاع الاطفال ده العادي بتاع الكبار فلازم تتعود مع الوقت تمام؟ بعد كده بقى مش هنعرف نتكلم ماشي اي اسئله انا بقول لمده ربع ساعه الاوبجن ديفايس دي معلومه مهمه جدا لازم تكون عندكم فكره عنها الاوبجن ديفايسز بتبدا بالنزل كلمه اللي كانت تحت ايدي دلوقتي النزل كانيلا دي نزل النزل بتاع تصنيف الديفايس بتاع الاكشن لو فلو هاي فلو لو فلو هاي فلو او لو اف اي او 2 وهاي اف اي او 2 صح؟ لو انسبايرد اوكسجن فراكشن وهاي انسبايرد اوكسجن فراكشن
اللو اسبيرال فانكشن فراكشن بسبب الطبيعي دي هو النيزل اللي احنا بنستخدمها لكل العيانين محتاجين لو اوكسجين سبلاي. لو اوكسجين سبلاي والفلو بتاعه فاريبل مش فيكسد، اقدر ازوده من لتر لست لتر، بس هو ان كل لتر بينزل يزود الاوكسجين انسبايرد فراكشن قد ايه؟ لو قلنا الهواء فيه 20%، كل لتر بفتحه من النزل يزود لي الانسبايرد اوكسجين فراكشن الهواء اللي داخل عين كام في المية؟ من 20 دول 2% تقريبا، من 2 ل 3%. فانا لو فتحت 6 لتر كده زودت تقريبا من 12 ل 18% اوكسجين، يعني ماكسيموم اللي يدوني ده قد ايه؟ 6 لتر، 6 في 6 في 2 12% زياده، و 6 في 3 18% زياده، صح؟ يعني لو زودت 18% على 21 يبقى كام؟ 39 يعني ده كده 40%. يعني ما ينفعش احطه هو ما انا سنه دي العين حطيت العين على عليت الاوكسجين بتاع النيزل، في حاجه اسمها هاي فلو نيزل اوبشن، مش جوه الاوضه، هو مو جوه وموجود في مصر كل اربع اجهزه عندنا منه ده اسمه هاي فلو نيزل، دي شو بس شو انما ده اسمه نيزل مش موجود في اي حته غير ده. النيزل ده بيدي ماكسيمم المفروض 6 لتر وماكسيمم يدينا 43%. طب هو ليه ما يديش اكتر من 6 لتر؟ ما ممكن تفتح لغايه 12 لغايه 15 ممكن تلاقيه 15 وليه ما يزودش على 40%؟ عشان هو له علاقه بنزل الكافيتي. يعني هو مهما اديته هيشد بره. ما بعد 6 لتر هيشد بره. وطبعا لازم حضرتك تبقى عارف ان ده الفلو بتاعه ما بيزيد الموديفيكيشن بتاعه بيقل. فاوعى تكون بتحط الاكون فيه شويه. هو اصلا لو النزل ده اتحط على اكون من غير ميه يبقى دراي اوبشن معناها هيكرهك ويكره نفسه يرميه في الشم. فده اتحط على هيميديفاير. والهيميديفاير اوبشن اول ما بيعدي 6 لتر في النزل الفلو بتاع الاوكسجين اللي معدي على الميه يبقى اعلى بكتير من فرصه الهيوميديفيكيشن فيبقاش هيوميديفاير فالعين ما بيشتغلش منه والفلو العالي طبعا ما بيبقاش الديد سبيس بتاع النيزل كافيتي النيزل فانكس مع الاوفر فانكس الكافيتي دي السايز بتاعها قد ايه؟ اقل من 50 ل 70 مللي فانت مش هتقدر تدي 12 لتر في الدقيقه من ده فلو 12 لتر هو مش 12 لتر هو مش بيدي 12 لتر في الدقيقه هو بيدي سرعه الهواء او معدل الهواء 12 لتر يعني هو او انا لما باخد نفسي باخد نفس ازاي؟ باخد نفس كده. انا خدت 500 في دقيقة ونص في ثانية ونص او ثانيتين. يبقى انا باخد في الثانية دي 250 ده سرعة معدل تدفق الهواء. يعني انا باخد كده نفس كده. ما لو خدته كده. انا خدته في لتر في الثانية. هو سرعته لتر في الثانية والكمية في الاخر لتر في الثانية. لكن ده سرعته 12 لتر في الدقيقة مش معناه ان هو 12 لتر. انا ممكن يزيد ويقل. لكن ده سرعة تدفق الهواء. هو المفروض ده اخد كام 6 لتر. فاهم؟ اكتر من كده مش هيديني. هو ليه بقى بيزيد افريج 2% او 3%؟ ليه مش ثابتة؟ لان زيادة الـ FI2 جوه النيزل كافيتي فيها عامل كتير، هو عامل ماوس بيدر ولا نيزل بيدر. هو بياخد ماوس بيدر يبقى هو لا يزيد ولا اي حاجة. الهواء هيخش بقى ديفيوجن بس. لكن لو عامل نيزل بيدر كافيتي كبيرة ومفيش تيرمينتس هيزود الاوبشن تقدر تزود منه اكتر ولو ايه مفيش سبازم يبقى الهواء اللي هيوصل للدراي فعلا هيزيد 3% و4% مع كل لتر. لكن في فاكتورز كتير بتاثر فيه فهو 2 ل 3%. كويس؟ ده اسمه لو فلو ديفايس. في حاجه اسمها فاريبل ديفايس اللي هو طبعا كلنا عارفينه فينتوري اوبشن ماسك. ده فاريبل اف ار 2 يعني ممكن احط 30 ممكن احط 40 ممكن احط 50 ممكن احط 60 ديبندنج على ايه؟ على البينوري ايكويشن زي بتاعت البينوري بتاعت الاب كده ايه؟ او فينتوري ايكويشن. الفينتوري دي بتقول ايه؟ بتقول ان كل واحد من دول كل واحد من الديفايسز دي اللي انت شايفها الالوان دي المفروض ان هي ستاندرد كلر يعني في كاينتك انرجي داخله مع الهواء وفي بوتنشال انرجي الهواء ده بيعدي من هنا لهنا بمجموعه انرجي كاينتك انرجي ليها علاقه بالحركه والبوتنشال انرجي ليها علاقه بالكمون الكاينتك انرجي بتاع الهواء وهو داخل كل ما الفتحات دي زادت بيحصل حاجه اسمها انتريتمنت لان بيحصل هنا ستريكشن وده دي حتى دي ضيقه بعد الدي في وسع بعد كل دي في صح؟ فالهواء لما بيضيق الكنتيك انرجي بتاعته بتزيد قوي فبيحصل هنا شويه نيجاتيف بريشر ده اسمه ايه؟ الفنتوري افكت. الفنتوري افكت ده يعني لما يحصل هنا ستريكشر والهواء يخش بفلو عالي يعمل نيجاتيف بريشر هنا فيبدا ياخد هواء فيعمل ايه ايه؟ ايه انتريتمنت اللي هو فنتوري افكت فالاف ار 2 اللي داخل هنا 100% من ده اكسجين يبدا ياخد هواء بحجم الفلو اللي داخل وبحجم الفتحات دي فكل ما الفلو زاد الفتحات زادت ياخد هواء لو كل ما الفلو زاد الفتحات قلت ياخد هواء اقل لو الفتحات زادت والفلو قل ياخد هواء اكتر
والخلاصه ان انت لو عايز تتاجل ده في اي وقت 100% اوبشن يقفل فتحات دي بلس 10. بس اوعى تقول للنفس اقفلي فتحات بلس 10 فبتقفل كالعاده مصر. يعني تقفل اي فتحه في اول ما بيقفلوا مصر. فتقول له افتح اقفل فتحات الفنتوري فيقوم قافل دي. فافتكر ان دي هي الفتحات اللي يقفلها. دي الاكسبيراتوري ليمب بتاع المصر. يعني انا لو باخد نفسي من هنا يطلع من هنا. فلو قفلت هنا هيحصل حاجه اسمها ايه؟ CO2 ريبريدنج. الهواء اللي طالع CO2 اقفل عليه فياخد CO2 تاني. كل ما طلع CO2 ارجعه. انما انا بقفل اني فتحات ده الفتحات دي. عشان اخلي اف او 2 عالي ليه؟ لان الفنتوري افكت هو بياخد هواء من هنا فقال الكونسنتريشن بتاع الاوبشن اللي داخل اللي هو كان 100% هو داخل بيقل مع كل ما الفتحات دي تزيد. تقوم فاتح قصير اقفل غير كده كل ده فنتوري برنسبل ان هم فاريبل سبلاي او فاريبل اف او 2 على اوبشن الماسك. فده بيبدا من اول 28 لغايه 60%. ثالث ديفايس اللي هو خساره نفتحه بقى اللي هي عمالين خساره فيه مش كده؟ دكتور معلش هتحدد قد ايه يعني انت مستغرب انهي واحد في الدنيا؟ ده سؤال مهم جدا. انا عامل المنطقه ده هنجرب يعني سؤال مهم جدا عندك حق. ده اهم ديفايس لازم تبقى عندك في الرعايه طول الوقت مع ده يعني الماني فيز سي باب والاوبشن نان بريدنج اوبشن ماسك. ده يعني مهم جدا. ليه بقى؟ لان ده الستاندرد بتاع اي عيان هيبوكسك اول ما يقعد يبدا بيه. ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده؟ الباك. الباك دي اسمها ريزرفوار باك صح؟ ريزرفوار باك دي قيمتها ايه؟ تبقى اوبشن يعني انا اول ما اوصل اوبشن باك بقى دي فده اسمه ريزرفوار باك فور اوبشن. هتبني اوبشن ولا ايه؟ والبتاع والماسك نفسه فيه هنا فالف هتلاقي فيه بيسموها دافرام فالف ده اسمه وان واي فالف دافرام فالف. الهواء بيجي لنا من هنا يعني الهواء بيجي لي من الايه؟ من السايد بوك ده الاكسجين سوري بيجي من هنا من الحيطه على السايد بوك ده. اسحب انا الهواء اخد الاكسجين بتاعي وبقى الاكسجين بينزل في الباك ان انا حاطط مثلا 20 لتر في الدقيقه فال 20 لتر دول مش هاخدهم كلهم مع نفس واحد هاخد نفس سرعه الهواء هاخد منه نفس وبقى ينزل في الباك فبقى في هنا ايه؟ ريزرفوار اوبشن. فبالتالي العيان التكتنيك عشان ارد على سؤالك العيان التكتنيك الستريس الهايبوكسيك ده بياخد سبات ريت عالي قوي وطلع الفوليوم ممكن يبقى قليل ممكن يبقى زياده فهو المينيت فوليوم بتاعه عالي. المينيت فوليوم يعني سبات ريت طلع الفوليوم لو طلع الفوليوم بتاعي 500 في سبات ريت 40 يبقوا كام لتر؟ 40 نص ما شاء الله عليك 20 لتر دول عموما يتاخدوا من ولا من النيزل ولا من النيزل اللي احنا ما فتحناهوش ولا من الفنتوي اللي فيه الفلو بتاعه ما بيزيدش عن 12 15 لتر. العيان ده عايز 20 لتر اكس ويا ريت يبقى في الاكسجين فيهم كام؟ 100% هو ده الوحيد يقدر يعمل كده. هيديك هاي فلو هاي اف ار 2 هو بيسمى نون ريبريدنج اوكشن ماسك. نون ريبريدنج ليه؟ لان في فالف الهواء اللي يخش ما يرجعش في الباب. الفالف دي تدي وان واي طب ويخرج منين؟ يخرج من الفتحات بتاع الماسك نفسها تمام. فهو بياخد الريزرفوار ده فبيديك اعلى نسبه اكسجين في الدنيا في اي ماسك هو ده. امتى نستخدم؟ هو ده السؤال الاهم الحقيقه. امتى نستخدم ايه؟ كل عيني الساتوشن بتاعهم فوق 90% ابورت ادميشن. لو انت ما عندكش جايد لاينز بتقول زي ما انا عارف الريسنت جايد لاينز ان انت الهايبوكسيا مش هارمفول للمايكارديوم مش هارمفول للعيان عامه كلنا عارفين السوبر نورمال اوكسجينيشن از هارمفول يبقى لو الساتوشن بتاعه 90% او في اكيد كارس سندروم او انديكيتد يبقى نزل. تقوم هو كويس تقوم عين كويس استخدم لو فلو نزل. اللو فلو نزل از ذا اوكسجين سبلمنت اوف تشويس فور عينين كومباسيتد كويس. اي عين هيتعب بعد كده هبدا ازوده عادي زي ما حضرتك بتقول اف ار 2 بالتدريج من 40% 50% 60% ل 100%. طب دول كلهم ما فيهمش بوزيتيف بريشر. بوزيتيف بريشر جدا من هنا. ده الماسك اللي له بوزيتيف بريشر اللي بيدي الهواء تحت ضغط. والهواء اللي تحت ضغط هو اللي بيحسن البانكيماتس بروبلم والاير واي بروبلم في بعض الاحيان. فده الديفايس اوف تشويس في العيان الهايبوكسيك اللي اول ما يخش عليك دخل من استخدامي. يعني انا بستغرب يعني ايه طوارئ ما فيهاش مانجمين اوجن ماسكس. يعني بستغرب جدا وفي الجامعه
ولو قلت النايب الطوارئ اللي قاعد تحت انت شوف ده بيجيب لك ولا اعرف. فانت على الاقل لو انت لو احنا شيرنج نولج لازم لازم تطمن ان هو متوفر عندك في اي ايمرجنسي ديبارتمنت، في القسطره، في اوضه الايكو، في اوضه الانترفنشن، في اوضه الانفيزيف، في السي سي يو طبعا. اي عيان تشوفه هايبوكسيك قبل تعمل اي حاجه حط له منام في لان ده هيديله قفه اوتوميه في 100 ساعتها. ديفنتلي يا حسين ديفنتلي، بس ده محتاج هاي فلو يعني متوصل لكو ادفع الاخر. ما تقولش انا شاطر للاخر البكره ادفع الاخر لغايه ما يجيب شغله. الطبيب يقول لك لا ما انا 15 واحد في النهايه، لا قول الاخر. ليه؟ لان كل ما تزود فلو كل ما عايز وراه على طول ده. وبعد كده بقت الحاجات اللي تلعب بيها بقى عايز تحط العين تحسن تحط على 50% 40% 50% هاي فلو لو فلو. بس بس الدكتور ده مش العينه اللي هو بيعتمد على بوكس برايد اللي هو سيرفين الفنتوري ده يعني مناسب ولا مش مناسب اصلا؟ لا يعني ده ليه العينين اللي هو السلوكين ده صعب قول يعني بلاتي فيلير طيب مثلا وجاي يكون طيب خلينا نتفاهم في الموضوع التاكيو مش فات فيلير اللي هو في الاكيوت هايبوكسيا. يعني ايه؟ يعني احنا بنحاول نناقش احنا برضه زمايلنا في الشست وحضرتك العين هايبوكسيميك تفرق معانا الهايبوكسيميك درايف وهو فيلير. يعني انا العين جاي يرقص والستيشن بتاعه 82 مش هحط على اوبشن هحط على نص لتر لا الستيشن بتاعه 96 لا طبعا انا لازم اصلح الاول في الاكيوت دي كومبنسيشن وبعدين افكر في اللي هو الهايبوكسيك درايف واحد. لا هو ما عندوش مش مشكلته دلوقتي ان انت هتضيع درايف، هو انت عنده اوفر درايف بسبب انفيليير. فلازم اللوجيكال سبيكنج ان انا ما ينفعش عيان مثلا جالي باكسسبيتك سيو بيجي في اسيمت الفيشن بسبب الهايبوكسيميا واقول له انا هديه نص لتر انت 180% بعد كده عيان هيفيل ايه؟ اللي هو العيان انت كتنك شويه في يعني هو مش نايم فانت خايف ينام زياده. ده هو العيان فيري انكشس وان فرانك شويه في فذير از نو بوينت اوف فيو ان انت تقلل الاف ار 2 في عين اكيوت ديكومبنسيشن. انما الكرونيك يعني كرونيك قاعد في قاعد بقى في الاوضه وقاعد في الرعايه وبينام كل شويه فانت تقتنع بطريقه اخرى ان الهايبوكسيك درايف هيفضل عامله سنترال ريسبيرتوري ستيميليشن فيفضل ياخد نفسه وارد. لكن في الاكيوت ايفنت لا مش هسمع كده. الاكيوت ايفنت يو شود كوريكت هايبوكسيميا از لونج از ان هي ليها سايد افكت. مش عارف انا اعمل ايه هو انا اللي هسيبه نص لتر كفايه الانستيتيوشن عدى 83 انا هنام ايه ده هو مش هيفهم هو عنده بروبلم باثولوجي عنيفه. فما تقلقش منها في الوقت ده، تقلق منها بس لما العين يكون هايبو ريليتد. يعني العين مش هابو ريليتد ده اوت اوف ايشو خالص. ماشي؟ دكتور انا فهمت فكره الفراكشنيتد ان انا بحاول اعلى بالاف اي او طول لحد ما اوصل للاوبتيمم ساتيوريشن، بس اللي مش قادر افهم حته الفلو، يعني ليه فلو عالي وليه فلو قليل؟ ده هيفرق في ايه بالظبط؟ هو عشان تمنتين الاف اي او 2 عادي لازم الفلو يزيد. ليه؟ الريليشن ما بينهم يعني؟ كل ما تعلي الفلو بتاع الاكسجين كل ما تعلي الاف ار 2. ليه؟ لان الاكسجين الاف ار 2 هو الانسبايرد اكسجين فراكشن اللي المفروض تقيسه في التراكيا وفي الاي واي صح؟ هل الهواء اللي بيخش جوه التراكيا والاي واي هو الهواء اللي جاي من الماسك بس؟ لا. ولا في ديد سبيس عندك؟ الديد سبيس ده عشان يبقى ووشت توتالي ما فيهوش سي او 2 ولا نيتروجين ولا ووتر فيبر لازم الفلو ده يملى كل الديد سبيس. طول ما انت الفلو بتاعك اقل من ان هو يملى كل الديد سبيس ملوش كل الديد سبيس طول ما انت هيفضل الاف اي 2 اللي واصل للاي واي اقل من 100%. طب امتى الاف اي 2 ده اللي انت بتديه العيان يبقى 100% لما تدوش الديد سبيس كله؟ الديد سبيس نهايه الاكسبيراتور مولكيول او التيرمينال مولكيول. تخيل وهل ده جاهز؟ ده المفروض يدي 90% مش يدي 100% لان عمرك ما هتقدر توش كل الاير واي توتالي لغايه التيرمال بروفيول من الهواء الا بالانبوبه. فهمت قصدي؟ لكن ينفر ليه؟ لان انا عندي هواء داخل هواء داخل مش ده الحاجه الوحيده اللي داخل. ولو انا سحبته يعني هو الوحيد اللي داخل مش هيخش لوحده. لازم يبقى في تراب اير ولازم الاكسبايرد اير بيقابل الاسبايد اير ويحصل له ميكسنج في الاي واي عشان كده اسمه ديد سبيس. لان هو ما بيحصلش فيه كومبليت جاز اكشينج وبيحصل ان فيه ميكسنج ما بين الاسبايد والاسبايد. صح كده ليه؟
شكرا 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 شكرا